لدى حضور سموه للاحتفال باليوم الوطني السعودي، قال صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر: إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين في قلوبنا، فهي ساندت وانتصرت ووقفت مع البحرين قلبا وقالبا، لذا أفراحها أفراحنا. مضيفا سموه أن عاهل المملكة العربية السعودية جمع ووحد العرب وانتصر لقضاياهم، والسعودية اليوم من كل العرب والمسلمين قريبة، وباتت البيت العربي الجامع ومقصد المسلمين ومحورا أساسيا من محاور الأمن والاستقرار في العالم. هذا وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد حضر مساء اليوم الاحتفال الذي نظمته سفارة المملكة العربية السعودية الشقيقة لدى مملكة البحرين بمناسبة اليوم الوطني السعودي، وذلك بحضور عدد من كبار أفراد العائلة الملكة الكريمة والمسؤولين بالمملكة وأعضاء السلك الدبلوماسية. وأكد سموه أن المملكة العربية السعودية تحتفل بعيدها الوطني اليوم، وقد نجحت في قيادة العرب نحو مزيد من الوحدة والعزة، كما أنها استطاعت بفضل سياسة وحكمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود أن تحقق إنجازات تنموية باهرة كسبت من خلالها احترام العالم. وقال سموه: إن خادم الحرمين رمزا للقيادة الفذة الذي حفظ البلاد أمنها واستقرارها، ولم يشغله ذلك عن هموم أمته ولا عن المسؤولية التاريخية للمملكة الشقيقة تجاه العرب والمسلمين. وأضاف سموه أن العالم ينظر بإعجاب وتقدير لكافة الإنجازات التي تحققها المملكة العربية السعودية على كافة الصعيد الاقتصادية والأمنية والتنموية والدينية، وهي إنجازات لا ينكرها إلا من يضيق صدره بكل نجاح يحققه العرب والمسلمون، وبالمكانة المتقدمة للمملكة الشقيقة ودورها الريادي على الصعيد الإقليمي والعالمي. منوها سموه بما حققته المملكة العربية السعودية من نجاح باهر في تنظيم موسم الحج هذا العام، وما هيأته لذلك من مشاريع عملاقة واستعدادات بشرية وتنظيمية من المستحيل أن يبذل لها مثيل. وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بأن المملكة العربية السعودية الشقيقة هي حصن العرب والمسلمين وقلعتهم المنيعة التي تذود عن حقوقهم وتدافع عنها، وهي البيت العربي الذي يحتضن كل جهد خلاق يفضي إلى الوحدة والتكامل العربية. وقال سموه: إن مملكة البحرين ستظل دوما تذكر المواقف الراسخة للشقيقة السعودية التي قبل أن يسطرها التاريخ سطرها الشعب البحريني في ذاكرته ووجدانه، وأن ما عبر عنه شعب البحرين بعفوية بمناسبة اليوم الوطني السعودي يعكس بصورة جلية ما يكنه المواطنون لأشقائهم بالمملكة العربية السعودية من محبة وتقدير بالغة. وبهذه المناسبة جدد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود عاهل المملكة العربية السعودية، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، داعيا سموه المولى جلت قدرته أن يحفظ المملكة العربية السعودية ويديم عليها الأمن والأمان والازدهار في ظل قيادتها الحكيمة. كما أكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن عقد الإنجازات السعودية يتواصل منذ عهد المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود طيب الله ثراه، حتى بلغ أوجها في عهد خادم الحرمين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود. وقال سموه: إن مشاركتنا لأشقائنا في المملكة العربية السعودية الشقيقة بيومهم الوطني هو تأكيد على أننا جزء لا يتجزأ، وأن أفراح المملكة الشقيقة هي أفراحنا في المملكة لما تتميز به العلاقة الراسخة بين بلدينا من خصوصية وتميز. من جهته رفع سعادة الدكتور عبد الله بن عبد الملك آل الشيخ سفير المملكة العربية السعودية لدى مملكة البحرين أسمى آيات الشكر والعرفان إلى صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على تشريف سموه حفل الاستقبال الذي أقامته السفارة السعودية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني، ما يؤكد على خصوصية العلاقة التي تربط بين مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية. كما أشار السفير بما يوليه صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء من اهتمام من بتطوير العلاقات البحرينية السعودية وتنميتها، وهو دور تقدره المملكة العربية السعودية لسموه.
لا راية تعلو على راية التوحيد. هذه الراية التي حملتها المملكة العربية السعودية على عاتقها ودفعت عنها بأغلى ما تملك، فسعت لإحقاق الحق ومحاربة الباطل وخدمة العقيدة السمحة، وفق ما أرساه المغفور له بإذن الله تعالى الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، وكتبه للتاريخ الرعيل الأول من صناع المجد السعودي. واليوم وبعد 86 عاماً، ها هي المملكة العربية السعودية تضيف صفحات من العمل الجاد إلى مسيرة النهضة والبناء والإنجازات والوحدة التي تجلت في حرصها على مساعدة شقيقاتها من الدول العربية والخليجية لما فيه خير الإسلام والمسلمين. ما يستغرب هذه المشاركة الهائلة والقوية من لدن الشعب البحريني وقيادته الرشيدة في هذا اليوم. المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين شعبين في شعب واحد، وبلدين في بلد واحد، وقلبين في جسد واحد. العلاقة بين البلدين أبعد وأقوى من أن يقال عنها استراتيجية أو اقتصادية أو اجتماعية، هي وصلت إلى ما يمكن، إلى أعلى ما يمكن أن تصل عليه أي علاقات بلدين. مملكة البحرين، ونظراً لما يربطها بشقيقتها الكبرى من علاقات متينة راسخة وضاربة في عمق الجذور والتاريخ وممتدة على مر العصور والأزمان، كان فيها الشعبان البحريني والسعودي دوماً شعباً واحداً برؤية متسقة وقلب نابض. شاركت المملكة العربية السعودية احتفالها بيومها الوطني في أجواء سادتها روح الأخوة والتلاحم، سواء كان ذلك في الجانب الرسمي أو حتى الشعبي. أتوجه بأسمعات تهاني وتبركات إلى المملكة العربية السعودية ملكا وحكومة وشعبا بمناسبة اليوم عيد وطني المملكة العربية السعودية، ويشيد بعمق العلاقات التاريخية الراسخة بين مملكة البحرين المملكة العربية السعودية. أسأل المولى عز وجل أن يديم أمن واستقرار على المملكة العربية السعودية. مواقف المملكة العربية السعودية في واقع الأمر هي مواقف تشرفنا كعرب وتشرفنا كمسلمين، لذلك ندعو إلى جلالة الملك الصحة والعافية، وكذلك ولي العهد وولي العهد، ونتمنى إن شاء الله هذه المناسبة أنها تدوم بالعز والخير على المملكة العربية السعودية. فعلا لما نتكلم عن بلدين نتكلم عن روحين في جسد واحد، فالمملكة العربية السعودية والبحرين يعني تربطنا لهم علاقات على كل المستويات، على المستوى القيادي، على المستوى الشعبي، على المستوى الوطني، فاحتفال نعتبره احتفال بحريني بكل المعايير، والعلاقات ما شاء الله يعني دائما في تطور وازدهار في كثير من المجالات، ان كان في المجال الاقتصادي، ان كان في المجال العسكري، في الامني، في الاجتماعي، فاحنا شعبين مثل ما قلنا وحين في جسد واحد، ونتمنى ان شاء الله للمملكه العربيه السعوديه كل التقدم والازدهار بهذه المناسبه. اليوم الوطني السعودي صفحه مضيئه في التاريخ الحديث، فقد عملت السعودية دوماً من أجل تحقيق التضامن العربي والإسلامي والسلم الدولي وفق رؤية سياسية واعية جعلت من المملكة العربية السعودية دولة لها ثقلها العربي والإسلامي والدولي، خاصة لدورها المؤسس لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومنظمة الأمم المتحدة. السعودية دولة صديقة ودولة لنا تاريخ طويل جدا جدا، وأحد أهم الدعائم الاستقرار في الشرق الأوسط. مظاهر الفرح باليوم السعودي اجتاحت مملكة البحرين خلال الأيام القليلة الماضية في كثير من المواقع، مما يؤكد أن ما يجمع البلدين هو أكثر من مجرد قرب جغرافي. بدو وبحارة، ما الفرق بينهما؟ والبر والبحر ينسابان من مضري. سارة البدري لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.